السلام عليكم. العوامية ورق التوت تسقط من على النظام السعودي الذي لم يتوانى قط في قتل أشقاء اليمنيين، وإذ به الآن يتعدى لقتل بني شعبه. إن العوامية تباد أمام كل أعين المنظمات الدولية والمحلية، ولكن هذه أعين قد طمسها الريال والدولار، فلم تعد تعني دماء هذه الأبرياء أو أي شيء، فلتلتحق بدماء الأخوة اليمنيين ودماء السوريين ودماء الحشد الشعبي في سوريا. كل هذه الدماء قد طمست بفعل الريال السعودي، وهي العوامية تباد كل يوم قصف عشوائي وقتل لأطفال ولشباب لا لشيء إلا على أساس الهوية، وكأن هويتهم أصبحت عار عليهم. إلى متى سيصمت العالم على هذه المجازر والجرائم التي يرتكبها النظام السعودي في كل مكان في وطننا العربي؟ حتى في عقر داره لم يتوانى عن قتل شعبه. إن النظام السعودي كالرجل الذي يضربه الكبير والصغير خارج بيته ثم يدخل ليضرب أهل بيته. هكذا هي العوامية باختصار. إن العوامية لا صوت لها، ولكننا نحن أصواتها. نحن سنكون الإعلام البديل الذي يتكلم ويرفع مظلومية العوامية ومظلومية الشعب اليمني ومظلومية الشعب البحرين ومظلومية الحشد الشعبي، وكل مظلوم في العالم يقاوم. كل قوى الاستخبار سواء العربية أو الدولية، كل ملوك العملاء الخونة والمرتزقة. العوامية تباد، وسنسأل جميعا عند رب العباد على هذه الجريمة التي ترتكب باسم الإسلام في حق مسلمين. العوامية تنادي، فهل من مغيث؟ فهل من شريف؟